بس مشتركات كثيرة بس مش شرط تشتغل معه. أنت ما بديش تشتغل معه. هذا السر اللي بقوله بعد شوي. ليش؟ ولا شرط. لكني أحب وأرتاح له. يعني الراحة غير عن العمل. الراحة غير عن الزواج. الراحة غير عن التوظيف. أنت ترتاح له. ما بيسبق لك إنك أنت دخلت مثلاً في اجتماع ولا دخلت مثلاً في عرس حصلت شخص وصاحبته وقلت والله ما شاء الله عليك كويس بتغير. يا أخي بس كده بتغير عنده كده وكده. نتوافق عليها. زي هذا المقصود. إذا أنت بتحس إنه قريب لك بس غير متوافق. بس بتوافق ماش حتى هذا التوافق كيف إحنا اللي جالسين نحلل عشان نعرف إيش اللي حصل. عندنا بعد ذلك اليوم الثالث عندنا أيضا أربع شخصيات أخرى في اليوم الثالث. عندنا شخصية المعلم سيتعرف عليه في اليوم الثالث. شخصية المستشار. شخصية الملهم. شخصية المثالي. لو تلاحظوا دول كلهم طبيعتهم إنهم مثاليين. دائما يحبوا فلسفة الأمور. هم دائما يتكلموا عن مثاليات ويتكلموا عن تنظيم. على فكرة دول يحبوا يكونوا مدربين. يحبوا دائما يكونوا مستشارين يشيلوا الآخرين. هذا طبيعتهم. مساجهم كذا. بس كل واحد منهم يختلف عن الثاني. سأتعرف عليه في اليوم الثالث وعيجلس معهم جلسة طويلة ويكون بعملية تحليلهم وتعرف على شخصياتهم. ثم بعد ذلك سأتعرف على الأوصياء. هذا يحس نفسه وصي عليه. ويحس نفسه وصي على الكل. حتى لما يكون صغير ترى جالس يعطي تعليمات من أبوه وأمه وأخوانه اللي أكبر منه إنه كأنه وصي عليهم. ومنهم أربعة. من هم هذول الأربعة؟ سأتعرف على شخصية المشرف. سأتعرف على شخصية المفتش. سأتعرف على شخصية المعطاء. وسأتعرف على شخصية المدافع. هذا في اليوم الرابع بإذن الله سبحانه. في اليوم الخامس سأتعرف على شخصية مهمة جدا بالنسبة لنا اللي هم الناس دول أصحاب الحرفيين اللي يحبوا يسووا كل شيء بإيش؟ بيديهم. يعني هم اللي يجمعهم إنه أي شيء بسوه بيديهم أو بجسمه. يبغى يسوي الشيء بجسمه. تلقى لما يبغى يدرس لازم يكون يمشي وهو يدرس. تبغى يبغى يشتغل بشيء بيده. هو يعشق هذا. نسميهم حرفيين. عندنا أيضا أربعة أنماط فيهم.